بسم الله الرحمن الرحيم. Engineering Mechanics Chapter 4 Equilibrium of a Particle. أهداف الفصل to introduce the concept of مصطلح يعني of the free body diagram for a particle، يعني تعرف مفهوم مخطط الجسم الحر للجسيم. Or to show how to solve particle equilibrium problems using the equation of equilibrium. حتى يعني نشوف شلون نحل مشاكل التوازن الجسيمات باستخدام معادلات التوازن. Equation of equilibrium. معادلات التوازن. يقال ان الجسم في حالة توازن اذا بقى في حالة سكون، وإذا كان بالأصل في حالة سكون، أو لديه سرعة ثابتة إذا كان في الأصل متحرك. يعني المهم يبقى الجسم متوازن إذا كان متحرك أو كان ساكن. متحرك أو ساكن، المهم هو محصلة القوة عليه يساوي صفر. محصلة القوة عليه سواء صفر إذا كان متحرك أو ساكن. عندنا مثلا هذا النظام، هذا جسم جسيم صغير عليه مجموعة قوى مؤثرة هي F1, F2, F3, F4 واتجاهاتها مختلفة. اتجاهاتها مختلفة. فطبعا كل قوة تتحلل، كل قوة مائلة تتحلل إلى قوتين، قوة باتجاه Y وقوة باتجاه X، وكذلك هاي تتحلل وكذلك هذه وهكذا. مجموع هاي القوة، مجموع هاي القوة لازم يكون صفر. وقبل ما نقول مجموع هاي كل القوى، لا، مجموع القوى باتجاه الاكس يساوي صفر، مجموع القوى باتجاه الواي يساوي صفر. اذا الجسم في حاله توازن. الجسم في حاله توازن. طيب اذا مجموع القوى سيجما اف يساوي صفر، او سيجما اف اكس باتجاه اي زائد سيجما اف واي باتجاه جي يساوي صفر. مجموع القوى باتجاه X وباتجاه Y يساوي صفر. سيجما F X يساوي صفر وسيجما F Y يساوي صفر. هذه هي الـ equation equilibrium. هذه هي equation equilibrium. حتى نفتهم هذا الموضوع شنو، نأخذ مثال الأول على هذا. عندنا أسطوانة معلقة هنا وزنها 60 كيلو بحبال اثنين، الحبلين معلقة بنقطة A ونقطة C. الحبل هذا يشكل زاوية 45، والحبل هذا يشكل ميل هي 3 × 4 × 5، 3 × 4 × 5، أما يعطيك زاوية ويعطيك ميل. فمنطينا زاوية وهنا منطينا ميل. فيقول determine the tension، يريد tension in cable، بالكابلات هاي BA وBC necessary to support، اللي ضرورية to support حتى تدعم أو تحمل هذا السلندر اللي وزنه 60 كيلوغرام. طبعا هو من يعطينا 60 كيلوغرام، احنا ما نتعامل بالكيلوغرام، نتعامل بالنيوتن. فنضرب نضرب الستين في تعجيل أرضي القوة، لأن يعني احنا نتعامل بكلها قوة. القوة تساوينا الكتلة في التعجيل. في الاف القوة تساوينا 60 في التعجيل 9.81، يطلع عندنا 588.6. اذا الوزن هذا الى الاسفل هو مقداره 588.6 نيوتن. تحول الكيلوغرام الى نيوتن. قلنا احنا الرسم نرسم الفري بودي دايجرام. هذا هو الفري بودي دايجرام. هذه القوة إلى الأسفل، الوزن هو اللي هو 60 في 9.81، وهذه القوة اللي هي T باتجاه C وT باتجاه A. التنشن باتجاه C يتحلل إلى مركبتين، واحدة الأفقية اللي هي T باتجاه C كوساين 45، والعمودية T باتجاه C ساين 45. إذا الملاصقة هي صير كوساين، ومقابل زاوية صير ساين دائما. هنا عندنا ميل 3 × 4 × 5، هذه القوة هي الـ T A تصير في 4. شوف هذا الخط مقابلها 4، إذا 4 × 5
المقابل على الوتر 4 على 5. إذا تي أي في 4 على 5، هاي قوة هي مقدارها تي أي في 4 على 5، وهذه القوة هي مقدارها تي في كوساين 45. هاي القوتين هي مثلاً الإكس، الإكس باتجاه الإكس، واحدة موجبة واحدة سالبة. إذا مجموع القوة، هاي مجموع القوة باتجاه إكس يساوي صفر. إذا إيش عندنا إحنا قوة باتجاه إكس؟ عندنا هذه القوة وعندنا هاي، هاي موجبة وهاي سالبة. إذا تي باتجاه سي كوساين 45 ناقصا تي أي في 4 على 5 يساوي صفر. إذا تي أي يساوي 0.8839 تي تنشن باتجاه سي. هاي المعادلة الأولى. نجي ناخذ القوة باتجاه واي، هاي القوة، هاي القوة ناخذها باتجاه واي. زين، ايش عندنا احنا؟ عندنا باتجاه واي هي هذه قوة هنا وهذه قوة. القوة هنا هي تي اي في 3 على 5 هنا، هذه مقابلها هي 3، تي اي تنشن في 3 على 5. وعندنا هنا هو تي باتجاه سي في ساين 45. إذا ذين اثنيناتهم، اثنيناتهم هاي القوة، هاي القوة وهاي القوة هي باتجاه الواي، إن اثنيناتهم باتجاه الموجب. الوزن باتجاه السالب، إذا هاي القوة زائد هاي القوة ناقصا الجهة ناقصا الوزن، فشو يصير عندنا؟ تي باتجاه سي ساين 45 اللي هي هاي، هاي هاي مقابل، هاي مقابلها. أنا يمكن رسم هذا، هذا رسمه، لا هذا ما له جهة. المهم تي، تي باتجاه سي ساين 45 في هاي، عفوا هنا احنا بدنا نحكي هنا هاي المعادلة الثانية مال واي، سيجما واي. فتي، تي باتجاه سي ساين 45 زائدا تي اي 3 على 5 اثنينات اللي فوق ناقصا تي بي دي، ناقصا تي بي دي اللي هو الوزن، هذه زائدا هذه ناقصا هاي، تي، تي باتجاه سي 45 ساين 45 زائدا تي اي 3 على 5 ناقصا تي بي دي اللي هو وزن، تي باتجاه سي ساين 45 زائدا تي باتجاه اي 3 على 5 ناقصا 60 في 9.81. اذا التي اي يساوي، احنا عندنا من المعادله الاولى التي اي يساوي 0.8839 تي باتجاه سي، نعوض بالمعادله بمكان التي اي هذا ما يقابلها هذا المقدار، راح ونصفيها للمعادله يطلع عندك التي باتجاه سي يساوي لنا 476، 400 تقريبا، اري 475 من 6 بالعشرة قربها 476 نيوتن. والتي اي، التي اي هذا، هاي هذا الرقم نحطه بهاي المعادله يطلع عندك، يطلع عندك التي اي، التي اي يطلع عندك 0.8839 في هذه الرقم 475.66 نيوتن، يطلع عندنا تي اي 420. اذا طلعنا التنشن مال الاي والتنشن مال السي، التنشن مال الاي والتنشن مال السي وهو المطلوب. هذا المثال الاول، المثال الاول. عندنا determine the required length، يريد الطول المطلوب of chord AC in figure 3.8 so that the 8 kilogram lamp can be suspended in the position shown. The underformed length of spring AB is L dash AB يساوي 0.4 متر and the spring has stiffness of KAB يساوي 300 نيوتن لكل متر. اذا ايش عندنا؟ عندنا مصباح معلق الوزن ماله هو 78.5 نيوتن، يسحب هذا، يريد هذا حبل يسحبه ومن هنا نابض، يريد حتى هذا يبقى بتوازن، هذا يبقى متوازن، ايش قد يحتاج طول الحبل من هنا لهنا اللي يجعل المصباح
يبقى في حالة توازن، في حالة إكوليبريوم. إيش مطينا بالنسبة للنابض؟ مطينا الستيفنس ماله الثابت مال النابض هو 300 نيوتن لكل متر. إحنا عندنا قانون القوة، إحنا نتعامل ويا قوة، لازم هنا هذا تنشن يعني قوة، هنا تنشن يعني قوة. فالقوة هنا شو تساوي؟ تساوي إن الكي في الإس، الإس هو مقدار التمدد مال النابض، وراح نجي عليه. نرسم أول شيء نرسم الفري بودي دايجرام. عندك هذا الإكس، محور الإكس ومحور الواي. هاي القوة هي تي باتجاه أي بي، وهذا تي باتجاه أي سي. الشكل هنا زاوية 30 درجة، أكو زاوية هنا بين المصباح وبين الحبل 30 درجة، وهذه أفقية، هذا السحب أفقي، هذا السحب أفقي. إذا قلنا القوة تساوي لنا K في S، K في S، الK هو الستيفنس أو ثابت النابض، والS هو التمدد. نيجي ناخذ القوة باتجاه الإكس. إحنا إيش عندنا القوة باتجاه الإكس؟ عندنا هذه قوة باتجاه الإكس، وعندنا هذه تتحلل، كل قوة مائلة تتحلل إلى مركبتين، واحدة أفقية واحدة عمودية. الأفقية هي تي أي سي كوساين 30، كنا هاي اللي بصف الزاوية يصير كوساين، مقابلها صير ساين. إذن باتجاه الإكس قوتين، أكو قوة تي أي بي وقوة تي أي سي. إذن سيجما اف اكس يساوينا تي أي بي ناقصا تي أي سي كوساين 30. هاي باتجاه القوة، باتجاه قوة الإكس تي أي بي ناقصا تي أي سي كوساين 30. نجي باتجاه الواي، هذا عندك وزن، وعندنا هاي القوة هاي تتحلل إلى قوتين، قلنا واحدة أفقية واحدة عمودية. العمودية هذه مالتها ناقص هذا، العمودية هي تي سي تي أي سي ساين 30، تي أي سي ساين 30 ناقصا الدبليو. إذن تي أي سي ساين 30 ناقصا الدبليو اللي هو 78.5 يساوي صفر. إذن هاي معادلات، هذه معادلات الكويشن اوف إكوليبريوم باتجاه الاكس وباتجاه الواي. من هاي المعادله التي اي سي، من هاي المعادلات نحلهن تطلع التي اي سي يساوي 157.0 يعني 157 نيوتن، والتي اي بي اللي هي تهمنا هاي هي 135.9، هاي طلعت 135.135. هذه هاي القوه 135.9 نيوتن. The stretch of spring AB is therefore. التمدد بالسبرينج والقوة مالت الاف، قلنا الاف يساوي لنا K في S. احنا طلعنا تي اي بي، هذه تي اي بي طلعناها 135، فشو تساوي 135.9؟ شو تساوي؟ يساوي لنا الكي في الاس، يساوي لنا الكي هو ايش قد؟ هاي هو القانون، هذا هو القانون، التي اي بي يساوي لنا كي اي بي في اس. التي اي بي هي 135.9 يساوي الكي اي بي هي 300 في الاس اللي هو مجهول. اذا الاس شو يساوي؟ يساوي 135.9 على 300 ويساوي 0.453. هذا طلع عندنا التمدد هو 0.453 متر. الطول كليته، الطول هذا من يتمدد، هذا النابض من يتمدد هذا كليته، الطول ماله شو يساوي؟ يساوي الطول الأصلي زائد التمدد، الطول منا اللي هنا، منا اللي هنا اريد احنا، هو شو يساوي؟ يساوي الطول الأصلي زائد التمدد. الطول الأصلي هو منطنا اياه بالسؤال هو 0.4 متر، والتمدد اللي هو S طلعناه هو 0.4
ايش طلعنا؟ طلعنا 0.453. اذا الطول الكلي يساوي ان الطول الاصلي زائد التمدد 0.4 زائد 0.453 يطلع عندنا 0.853. هذا كلته الطول المسافه بعد ما يتعرض الى سحب النابض يصير طوله صفر عدد صحيح 853 بالمتر 0.853 متر. طيب احنا ايش عندنا؟ عندنا من لهنا من لهنا هو كل الغاية حتى نطلع طول الحبل، كل الغاية هاي نطلعها حتى نريد طول الحبل ايش قد، هذا اللي يجعل المصباح متوازن. طلعنا طول من لهنا اللي بعد ما تمدد المصباح، العفو بعد ما تمدد النابض. هنا المسافة عندك من لهنا هي مترين، مترين بس. هاي المترين شو تساوي؟ تساوي طول من لهنا زائد طول من لهنا. هذا طلعناه 0.853، يبقى هذا الطول. هذا الطول شنو هو؟ هو TAC، TAC كوساين 30، TAC كوساين 30، أو نقول طول LI، طول LIC، لأن إحنا سدنا نشتغل أطوال مو قوة، سدنا نشتغل أطوال. إحنا قلنا هذا البعد كليته هو 2 متر، طلعنا هذا الطول هو 0.853، يبقى هذا الطول. هذا الطول شو يساوينا؟ يساوينا LAC كوساين 30. هذا من هنا هو بصف الزاوية يصير كوساين. إذا LAC كوساين 30. أنت تريد تشتغل أطوال، تريد تشتغل قوة، تريد تشتغل متجهات. فإحنا هسا أريد أهم شيء الأطوال، فيصير LAC كوساين 30. إذن 2 متر يساوينا LIC كوساين 30 زائد 0.853. شو يبقى مجهول؟ هذا موجود، هذا معلوم، هذا معلوم، يبقى LLC. LLC نبسط المعادلة يطلع 1.32 متر. إذن طول هذا الكيبل منا لهنا هو 1.32 متر، وهو المطلوب. المثال الثالث، هذا 200 كيلوغرام كريت ان فيجر از سسبندد يوزنج ذا روب اي بي و اي سي. ايتش روب كان ويذستاند، يتحمل maximum force of 10 kilonewton before it breaks. If AB always remains horizontal, determine the smallest angle theta to which the crate can be suspended before one of the ropes breaks. عندنا صندوق وزنه 200 كيلوغرام كما شوفوا بالشكل، معلق بواسطة إحبال اللي هي AB و AC. كل حبل يتحمل أقصى قوة مقدارها 10 كيلو نيوتن. هذا يتحمل أقصى شيء 10 كيلو نيوتن، وهذا 10 كيلو نيوتن، يعني وراها ينقطع الحبل. إذا كان AB دائما باتجاه الهوريزنتال، دائما باتجاه أفقي، أوجد أقل زاوية اللي هي ثيتا اللي يتحملها الصندوق بحيث يكون معلق قبل أن تنقطع الحبال، ينقطع هذا الحبل أو هذا، يريد هاي الزاوية أصغر زاوية. طبعا نرسم الفري بودي دايجرام، عندك هاي الـ C وهنا الـ A وهنا الـ B وهذا الصندوق. راح نرسم هالشكل، هذا الـ F باتجاه الـ B، وهذا ال F باتجاه ال C، وهذا ال Y وهذا ال X. هاي الزاوية، طبعا هاي شوف هاي الزاوية مقابلها، إذا تسوي خط هالشكل، هذه
هاي الزاوية هي نفس هاي الزاوية، هذه الزاوية هي نفس هاي الزاوية بالتبادل. فمكان ما هاي ثيتا يصير هناك ثيتا، واضح؟ هذه تساوي هاي بالتبادل. إذا هذا خط مستقيم وهذا خط مستقيم وأكو خط مائل بيناتهم، الزوايا المحصورة بيناتهم، الزاوية المحصورة بالتبادل هي متساوية. إذا هاي الزاوية هنا ثيتا، فنرسم هاي الثيتا هنا مكان الفوق، تصير الثيتا هنا. عندنا الوزن ماله، وزن الصندوق هو هذا 200 كيلوغرام. قلنا احنا الكيلوغرام ما نتعامل وياه، وانما نتعامل ويا النيوتن، نضربها في 9.81 حتى يتحول الى قوه، تصير 1962 نيوتن. ناخذ هسه شلون نحله، احنا نريد هاي الزاويه ونريد قيمتهم. ناخذ هاي السيجما اف اكس باتجاه الاكس، مجموع القوى باتجاه الاكس، عندنا هاي قوه وعندنا هذه تحليل مال هاي المائله، لازم تحول الى قوتين، قوه هذه العموديه وقوه الافقيه. القوه الافقيه هي اف باتجاه سي كوساين ثيتا، اذا اف بي ناقصا اف باتجاه سي كوساين ثيتا، هذا الافقي. سيجما اف اكس يساوي صفر، اف بي ناقصا اف باتجاه سي كوساين ثيتا، هو حاطه لي قدام ماكو مشكله، بس المهم هذه باتجاه السالب هاي باتجاه الموجب، ناقص هاي زائد هاي او هذه ناقص هاي يساوي صفر. اذا الاف سي شو يساوي؟ يساوي ان اف باتجاه بي على كوساين ثيتا، منا اف باتجاه سي يساوي ان اف باتجاه بي على كوساين ثيتا. نجي على مجموع القوى باتجاه الواي، ايش عندنا على الواي؟ عندنا هاي تحليل هاي القوة اللي هو اف باتجاه سي ساين ثيتا، وعندنا الوزن. اذا اف باتجاه سي ساين ثيتا ناقصا 1962، ناقصا 1962، الثيتا هي مجهولة. زين، هنا أنا لو تشوفون هنا ال f باتجاه c شو يساوي؟ يساوي f باتجاه b على كوساين ثيتا، اذا f باتجاه c اكبر من هذا، لان هذا مقسوم على رقم. اذا الماكسيمم هذا هو اللي ماخذ الماكسيمم وليس هذا. ماخذ الماكسيمم قوه، القوه اللي هي 10 كيلو نيوتن ماخذها ال f باتجاه c وليس ال f باتجاه b، لان هذا مقسوم على كوساين ثيتا. نجي نعوض بهاي المعادلة، هاي المعادلة رقم 2. هسه احنا هذا وجدناه، اثبتناه انه هو هذا العشرة وليس هذا، ليش؟ لان هذا اقل. هو يقول واحد من الاحبال او اي كل حبل يتحمل اقصى قوة اللي هي 10 كيلو نيوتن، اذا ناخذها ال 10 كيلو نيوتن حتى نطلع الثيتا، هي اصغر زاوية. فعندنا هذا 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 معلوم اللي هي 10 في 10 اس 3، نحول الكيلو الى نيوتن في 10 اس 3 في ساين ثيتا نفسها ننزلها، ناقصا 1962 هاي نفسها ننزلها، يطلع عندك الثيتا. الثيتا ايش قد تطلع؟ ساين ثيتا يطلع 1962 على 10 في 10 اس 3، 1962 على 10 في 10 اس 3. اذا ساين ثيتا يساوي 0.1962، هذا الرقم وين نروح؟ نروح على ساين انفيرس، بالحاسبه تطلع عندك الزاويه. هذا 1962 ندقه بالحاسبه على يمين على تحت ساين انفيرس، يطلع عندك راسا الزاويه اللي هي قيمتها 11.3. اذا طلعت قيمه الثيتا هي 11.3، هاي الزاويه المطلوبه هي 11.3 طلعناها. يريد قيمه الاف بي، نرجع على هاي المعادله، قلنا اف باتجاه سي شو يساوي؟ يساوي اف باتجاه بي على كوساين ثيتا،
هو يريد احنا طلعنا الاف اي اف باتجاه سي اللي هي 10 في 10 اس 3 بقت هاي نعوض بهاي المعادله هاي معلومه وهاي معلومه لان كوساين 11 صارت كوساين 11.31 هاي معلومه يبقى بس هذا المجهول اف بي تطلع 9.81 كيلو نيوتن كيلو نيوتن 9.81 كيلو نيوتن هذا هو الاف بي الاف بي اذا طلعنا الاف باتجاه سي والاف باتجاه البي وزاويه ثيتا هذا السؤال اذا عندكم شيء عنه